طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحد على البق على طول. ايه يا بنت الخاتم الرجال اللي انت لابسه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطر. انا عارفه انك شاطره، وصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. حاضر. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروسه اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي. والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده. ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير حشيش، في ايه؟ ما كان لازم يجي يتدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش. ده حيلا نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي، أنا ما أقدرش أشتغل الشغلانة دي. علي لو عرف ما أعرفش يعمل فيا إيه. آه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين أنت محسساني إن علي ده دكتور ولا مدرس عربي؟ ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن، ويا رب ما يطلع. انت مالك يا اختي عماله تتزوقي كده ليه؟ راحه فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه. ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصاله دي عجبتني قوي. اصل انا احب حياه الليل دي قوي، خمره ومخدرات، كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكون. الفلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي. عارفه يا اختي، عارفه ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله يا فتون؟ ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، أميني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. أعملي فلوس يا فتون. لا يا أختي وراشد، أنا خاف منه. تخافي منه؟ وده من إمتى بقى؟ بقولك إيه، راشد بتاعك ده لما الرصفة كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجارة، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابق رجليكي. فوقي بقى وكفايه. انا هكلم فاضل. هاتي التليفون. يا سلام. تقول حاجه تانيه؟ لا يا حبيبتي، ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي. يلا كتر خيرك يا حبيبي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي، ما تكسفونش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله، قوي قوي قوي. يعني خدي، طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 لا، رز وفلفل بقى يهمني قوي. بس طب خد بسلام. خير؟ هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي.
بقول لك ايه يا بنتي؟ ابقي فكريني انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي. ابقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر. ما تاكل يا محروس. ما تاكل يا زينب. امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يلا. عارفه بوله الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هناك، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه. تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا العشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره. سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق. انا غلطان. انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكر ان في حد اسمه علي. لا فاكر. بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي صدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي سيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشد اوعى تمشي، استناني. ها يا اخويا. اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه. يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين. يعني الصرف لحامل البطاقه، يعني الفنان الليل اسطوره الغناء الشعبي، الرجوله القنبله الصاروخ النيل طارق الشيخ. حتى ازاي من ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي. جابوني الدنيا ومالو ليش تحب تعيش حتى ازاي ومن ساعة ما جيت في الدنيا جاي رايح ورايح جاي. وديني بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش. وديني بحاول اتعايش على الرغم اني مش عايش. كأن مهمتي النحسان وشغلتي ان اكون شقاي.
رجولة. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه، ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع. بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله ضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتلنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يا سلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هرجع لك هنا تاني اكلمك برضه. ماشي، مستنيك. شكرين يا حسين. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا حسين. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت نقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره وقال له فاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا، بقينا العصر. قفلنا سجارة كده نصطبح عشان عايزة أروح الشغل بدري. أنا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البنا في إيه؟ حصل إيه ما خلصنا؟ إحنا راجعين إمبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي إنتي، أنا وجودي معاكي ملوش لازمة. لا ليه؟ وإنت عارف أنا لو نزلت الصلاة لوحدي هتاكل. إنت سايق عليا العوج ليه؟ إيه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما أجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال، نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى.
حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسلية؟ هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسلية عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين وزينة دي روحها طيبة. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعة من شجرة وقاعدة معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسأل مين طيب عشان نعرف عنها حاجة؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، أنت كلم الحاجة أم صباح خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا بقى، واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعمله. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه يا ساتر؟ ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجة. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز. دي رقاصة شاطرة، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليلة ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد جديد عليا. انا هخش الحمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابناء طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي،
بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتعدل حاله إن شاء الله. وأنا ما بضغطش عليكي، أنا بقولك فكري وقولي لي رأيك. هو أنا عايز أسألك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو أنا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا إله إلا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص، وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش أنت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا إله إلا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده أنت زي صباح، ده أنت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنونه، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لان سبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وسبت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه؟ يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. الرئاسة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيد الرجالة. بص، هي لسه عندها ندى، هتخلصها واجيبها لك على طول لعبتها عندي. رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصالة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر. نفسي اعرف فيه ايه؟ ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي، ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ممطوطه معايا في الاثنين. ليه؟ عايزني اتعدي مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ده مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك. أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه، ده مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه، تلاقيها لما لمحتني في الصالة كاتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. أنت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقة بقتل الواد ده؟ لا. خلاص أنا هحاول أروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوة، وهي هتودينا ليها. لا إحنا مالناش دعوة، الحكومة هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوة جامد. في ايه؟ هي يدوبك خيط الحكومة تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاتنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحة بالنسبة لي ان الواد ده يغول خالص، واستفرد انا بقى مهزوم كده. تبقى المصلحة واحدة. حلاوة. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي.
بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصلا لا مش مبلغ 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسر على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي يا عم؟ احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل لي مر. بقول لك ايه يا عم أنسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم أنسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي اي وقت تصحى فيها، تبعدك وتعالى. سلام. كده تمام، تسالك 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا، هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجه كده مستورده. ايه هو، دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. صيني. سلامة.